مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم معنا حلقة كتير مميزة، ومعنا ماسك جديد لكم، ماسك تفتيح فعال جدا وبسيط جدا. طبعا لو استمرتوا على هذا الماسك راح يشيل الهالات السوداء وأي تصبغات شمس أو أي بقع في البشرة. بس قبل ما نبدأ الحلقة، إذا كنتوا أول مرة عم تشوفونا، ياريت تنضموا لعائلتنا بالضغط على الزر الأحمر، زر السبسكرايب، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو اليوم لا تنسوا تعملونا لايك وتكتبونا بالتعليقات حتى أعرف شو رأيكم، ونعمل فيديوهات تانية وجديدة مع بعض إن شاء الله خلال الأيام الجاية. طبعا ما بدي أطول عليكم، يلا نبدأ بالماسك. بس دقيقة قبل ما نبدأ بالماسك، خلينا نعرف شغلات ضروري لازم نعرفها قبل ما نعمل أي ماسك. أول شغلة عنا تست الحساسية. هو اختبار الحساسية كتير مهم، لأنه مو كل شيء بزبط معي بالضرورة يكون بزبط معك. في شغلات بتزبط عندي على بشرتي ما بتزبط معك، لهيك لازم نعمل اختبار الحساسية. بنعمل اختبار الحساسية لمكونات الماسك اللي إحنا بدنا نعملها. طبعا افضل اماكن لنعمل الاختبار هي الايد من هون، او طرف الوجه، او الرقبه، وافضل مكان الرقبه لحتى نشوف اذا عندنا حساسيه او لا. ثاني شغله وهي مهمه جدا هو وضع الماسك على بشره. ضروري تكون البشره نظيفه تماما، ما فيها بواقي مكياج او اي مرطبات او اي شيء، حتى نحصل على افضل نتيجه من الماسك، ما نحصل على نتائج عكسيه او هيك شيء. ثالث شغلة، حتى نحصل على أكبر فايدة من الماسك لازم نعمل تفتيح لمسام البشرة. طبعا تفتيح مسام البشرة زي ما كنا بنعرف نستخدم فيها حمام بخار الماء. اليوم أنا حبيت أعمل بابونج، أضيف للماء بابونج، لازم الماء يكون دافئ، وأنا ضفت له بابونج لحتى شو اسمه ناخد أكبر فايدة من البابونج. طبعا كنا عارفين فوائد البابونج للجهاز التنفسي، واحنا في الفتره هاي في مشاكل كتير على الجهاز التنفسي، طبعا الانفلونزا العاديه او كورونا، ربنا يبعد عنا جميعا هذا الشر. لهيك خلنا نستفيد، يعني بنعمل ماسك ونستفيد برضه لجهازنا التنفسي. طبعا احنا بنستخدم فوطه نظيفه تماما، بنحطها على راسنا وعلى الوعاء لحتى نحبس البخار على البشرة مباشرة وناخد أكبر فايدة. طبعا بنضلنا هيك لمدة 5 دقائق. رجعت لكم بعد ما عملنا البخار طبعا لمدة 5 دقائق، وهلأ بدنا نبدأ في الماسك. نجيب الوعاء اللي بدنا نعمل فيه الخلطة، وطبعا المكونات تبعتنا كتير بسيطة. أول شيء عندنا رز مطحون. الرز مطحون بنطحنه بشكل بسيط، الرز العادي أي نوع، وبنطحنه بالمطحنة بصير على شكل بودر. بناخد 2 معلقة من الرز المطحون، على 2 معلقة نشا عادي من البيت، طبعا كل مكونات موجودة معنا بالبيت، ومعلقتين لبن الزبادي، ويكون بارد افضل شيء عشان نقدر ناخذ منه افضل نتائج. بنحط 2 معلقة من لبن الزبادي، وبنخلطهم مع بعض. بصيروا عندنا مثل العجينة. طبعا هينا شايفين كيف مثل العجين صار، وسهل الفرد على البشرة، كتير سهل، بنفرده على بشرتنا. طبعا لما نفرده على البشرة بنحتاج من 20 لـ30 دقيقة لحتى ينشف بشكل كامل. طبعا ولما نيجي نتخلص منه بنعمل بس تقشير خفيف للبشرة، ما بنضغط كتير على بشرتنا حتى ما تتأثر، وبعدين بنغسله بمية باردة. طبعا هلأ أنا راح أجرب على وجهي وعلى إيدي، وراح أفرجيكم كيف بدنا نشتغل.
راح نفرده ونستنى لمدة زي ما قلنا من 20 لـ30 دقيقة. لحتى ينشف الماسك. طبعا الماسك هذا مو بس بنستخدمه مو بس للبشرة للوش، بنستخدمه برضو لتفتيح كل الأماكن في الجسم مثل الكواع، الإيدين، ممكن نعمل فيه تقشير للبشرة عموما لجسمنا، ومفيد جدا جدا طبعا لأنه كل مكوناته طبيعية. كمان عندنا معلومة كتير مهمة إنه الماسك كمان أي ماسك بدنا نعمله ان نعمله للوش وكمان نمشي على الرقبه، لانه اكثر مكان بيكون واضح فيه علامات الشيخوخه او اي شيء ثاني هو الرقبه، فاهم شيء نعمله. طبعا نستنى الماسك لحتى ينشف من 20 لـ30 دقيقه على وشنا وعلى ايدينا طبعا اذا حابين نعملهم ماسك، وطبعا ممكن مثل ما قلنا على كواعنا او اي منطقه احنا بدنا نفتحها طبعا نعمل عليها الماسك. هلا راح نستنى مع بعض 20 أو 30 دقيقة. طبعا انا حرجع لكم بعد ما ينشف الماسك واغسله. مثل ما قلنا بنعمل تقشير خفيف للبشرة وبنغسله بمية باردة. حرجع لكم ان شاء الله بعد ما نغسله لحتى نحكي شو لازم نعمل، الخطوات الضروري نعملها بعد ما نشيل الماسك. طبعا هي نشف الماسك، رجعنا وقشرنا وغسلت ايدي بمية باردة. حتلاحظوا كيف ايدي كتير تفتح لونها. طبعا هو نفس الاشي الوش، بنلاحظ كتير التفتيح من اول مرة، راح تلاحظي في تفتيح، وطبعا مع تكرار الماسك راح نلاقي نتائج كتير رائعة، راح يشيل كل الهالات السوداء واي بقع في الوش واي حبوب، اثار حبوب في الوش كله حيروح. طبعا خلصنا الماسك ونظفنا البشره تمام التمام. هلا الخطوه اللي بعدها ان نمرر مكعب ثلج على بشرتنا لحتى نسكر المسام. مكعب الثلج اللي انا بستخدمه مو مي بس، هو عباره عن ماء ورد وقطرات ليمون، عصير ليمون وماء معدني. طبعا احنا بنستخدم الليمون لانه فيه فيتامين سي المهم جدا لتجديد خلايا البشره وتنشيط افراز الكولاجين وبيشيل البقع. ونصيحتي لكم تستخدموا الثلج يوميا مرتين، مره الصبح بدري ومره قبل ما ننام، لانه الثلج مثل ما احنا عارفين بخفف من التهابات البشره ومن ظهور الحبوب في البشره وراح يفيدكم كثير. طبعا هلا واخر خطوه راح نعملها لليوم، مثل ما انتم ملاحظين صار تفتيح وهلا احمرت البشره شوي ايدي، ونفس الشيء على الوجه راح تحمر بعد الثلج، بس هذا الحمار ما بخوف عادي شوي وبروح. طبعا بعدها بنستخدم كريم الترطيب اللي احنا بنستخدمه بالعاده لحتى ننشط بشرتنا مره ثانيه. بنفرد كريم الترطيب كانه بنعمل مساج للبشره. طبعا راح تلاحظوا انه بشرتكم باردة وكتير ناعمة وكتير متفتحة ولونها كتير حلو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتكتبوا لي في التعليقات شو نتائج الماسك معكم. ان شاء الله يكون نتائج مرضية، تكونوا مرضيين بالنتائج، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديوهات جديدة. وإذا في عندكم أي مقترح أو أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، إن شاء الله راح أرد على أسئلتكم واستفساراتكم. باي.